هذول 5 كاميرات تعاتي، كل كاميرا بتحكي قصة. ولا مرة فكرت إني أعمل أفلام. لما بديت أصور بديت علشان فكرت يمكن بقدر أغير إشي من الوضع اللي بنعيشه. من وأنا صغير حتى كبرت وأنا بشوف وبحس كيف المناظر الطبيعية بتتدمر وبتتغير. من 5 سنين قريتي بالعين بدأت تناضل ضد الجدار والمستوطنات اللي بسببهم استولوا على الأرض. هذا النضال أثر على حياتي. ابن جبريل ولد أيام قليلة قبل بداية أول مظاهرة في القرية. هو ما عمرش عرف الحياة بدون جيش وجدار. كل مرة بتنكسر الكاميرا بجيب كاميرا غيرها. كمان اصحابي اللي ربينا مع بعض تأثروا بالنضال. ماشيين خلينا، ليش ما اهل البلد يجوا وقفوا معنا؟ فيش الا انا وياك وعائلة شايفين هلا لبوز المدفع والولد الصغير هذا. يا شو بدنا نسوي؟ هذا هو باسم الفيل، بحب الجميع والجميع بحبه، الكبار والصغار. جبريل ما كانش يرضى يروح مع أي حدا، بس مع باسم كان يرضى، مش عارف ليش. والله جبل صفه ما عرفناش نصيله. كله مولع، كله هيته. 4 ساعات كان معوقينه. هذا اديب اللي كل يوم بيستنى ساعات حتى يقدر يمر مع عيلته على ارضه. صريخ لشتيل زيب ادماش لانه سو لو لقدير ما قدير زي ليش. أديب والفيل هم دائما يقود النضال في بلعين. أديب إنسان عنيد، يقدرش يشوف الإشي وينصر. يا دايم لماذا ما أخش لا ما تحكيك، خليه ورسال أموت كاخا تالي أنا ورسال أموت تالي الفيل هو إنسان طيب، لما حدا بتصاور هو أول واحد بيجي يساعد. أصدر عمر باعتكاري، جوز يجي يعتكلوني بالليل. وشو بدك تسوي؟ شو أنا بدي أسوي عمان؟ يلا نتحسى جبر الدينام يلا نام. أنا عيتو نايف أنا بابايت شلي بمطلل السلام. Happy birthday. أنا بذكر لما صورت في الكاميرا الثالثة بعد ما اعتقلوا أخوي. أبوي وإمي حاولوا يطلعوا من الجيب، ما قدرتش أعمل شيء. فكرت إذا بصور ممكن أقدر أغير شيء. مرة من المرات الكاميرا أنقذت حياتي.
أنا بفكر في كل أولاد اللي مثل ابن جبريل أو ابن أديب بعد ما اعتقلوا أبوه. تعرضا بسلي ديش أنا بعرف إنه في خطورة في المظاهرات، لكن ولا مرة فكرت إنه الخطر قريب إلا لما استشهد درسي. أنا رايح أستمر في التصوير لأن الكاميرا بتخليني أواجه كل التحديات وتساعدني على البقاء.